السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب خمسة ابتدائي، أهلا بيكم بكتابكم تاني مع ليسون 3 من يونت 11 منهج كونكت الترم التاني بعنوان The Red Sea Mountain Trail أو ممر جبلي للبحر الأحمر. أول حاجة وشاح أو كوفية، يعني scarf، قبعة hat، وجبات خفيفة snacks، خريطة map، خيمة tent، أحذية التنزه hiking shoes، بطانية blanket، نظارة شمس sunglasses، زجاجة مية water bottle، تجارة trading، صيد hunting، مجتمع أو مجتمعي community، طرق roads، مرشدين guides، جغرافيا geography، حرارة heat، حرارة أو يسخن يعني heat، قبيلة المعازة معازة people، دول تقريبا ساكنين في سيناء، جاهز أو مستعد prepared، منتزه جبال البحر الأحمر أو درب البحر الأحمر the Red Sea Mountain Trail، مشروع سياحي tourism project، خلي بالك تورست سائح، عمال السياح نفسها اسمها ايه tourism project، محلي local، قرون اللي هي قرون مش اللي هو القرون بتاعت الحيوانات، قرون اللي هي مئات السنين، يعني القرن بيبقى 100 سنة اسمه century، جماعة قرون يعني مئات السنين centuries، قلنا اي حاجة اخرها واي قبلها حرف ساكن وعايز اجمعها بشيل الواي وحط مكانها IES. متجولون hikers، دول الناس اللي بيتجولوا ماشي، يعني hike جاي من hike يتمشى، hikers الناس اللي بتمشوا بس. ثقافة culture، تاريخ history، خلاب أو جميل fascinating، السي دي مش تنطق عشان عندك الاس تنطق والسي بعدها يا تنطق سي برضو فانطق واحدة بس، بقول ايه fascinating. مسار التنزه hiking trail، مسافة طويلة long distance، ستر دافئة warm sweater، مش ستر دافئة اللي هي ستر بيتدفي يعني، فبيسموها ايه warm sweater. يحافظ preserved، يتبع followed، يبدو seemed، يجري او يمتد run ran، يسقط fall fell، على الممشى on the walk، يمتد المسافة حوالي ran for around، هي المفروض run مش ran بقى، run for around يعني يمتد المسافة حوالي، في حالة in case، يعتني بي look after، يسقط أرضا fall over، يشعر بالعطش get thirsty. طيب يقول لك the A help tourists know more information about Egypt، مين اللي بيساعده السياح انهم يعرفوا معلومات عن مصر؟ طبعا المرشدين guides. It's so hot today so I have my water ايه bottle، ازازة المية. My A are very useful they protect my eyes، بيحموا عينيا طبعا نظارة sunglasses. طيب المين بوينتس في القطعة بتاعتنا، اول حاجة the Red Sea Mountain Trail was the first long distance hiking trail، يعني منتزه البحر الأحمر الجبلي ده هو أول منتزه للمشي مسافة طويلة. It's a community tourism project، ده مشروع سياحي مجتمعي. It helps the local معازه people preserve their culture and history، بيساعد قبيلة المعازه دي إن هم يحافظوا على ثقافتهم وتاريخهم. The معازه people look after the trail carefully and work as guides، الأهل قبيلة المعازه دول بيعتنوا بالممر ده وكمان شغالين فيه مرشدين بيرشدوا السياح او الناس اللي جايين يتمشوا فيه. طيب ايه هو الهايكنج الاول؟ قال لك هايكنج لونج ووك ان ذا كونتري سايد، انك تمشي مسافه طويله مش لازم ذا كونتري سايد، لونج ووك بس هو ده الهايكنج، انك تمشي مسافه طويله في الريف بقى في الجبل في الصحراء في اي حته زي ما انت عايز. طيب بقول لك يا سيدي ذا ريد سي ماونتن تريل واز ذا فيرست لونج ديستانس هايكنج تريل تو اوبن ايجيبت، ده كان اول ممر للمشي الطويل، ممر جبلي للمشي الطويل اتعمل في مصر اللي هو ايه ممر الجبلي للبحر الاحمر ده. قال لك it runs for around 170 kilometers through the wonderful mountains near Hurghada، يعني بيمتد لمسافة 170 كيلومتر خلال جبال الغرداء الجميلة او الجبال الجميلة القريبة من الغرداء.
It's a community tourism project. مشروع سياحي بيئي أو مجتمعي. It helps the local Maasai people preserve their culture and history. الهدف منه إن هو يساعد أهل قبيلة المعازة إن هم يحافظوا على ثقافتهم وتاريخهم. The trail follows ancient trading and hunting routes in the eastern desert. الطريق ده ماشي أو المسار بتاعه هو طريق التجارة والصيد القديم اللي موجود في الصحراء الشرقية. The Maasai people used these routes for centuries. الأهل المعازة أو قبيلة المعازة كانوا بيستخدموا الطرق دي للتجارة والصيد على مر القرون. They look after the trail carefully. بيحرسوا أو بيعتنوا بالممر ده كويس قوي أو الممشى ده and work as guides. وشغالين فيه كمان مرشدين للناس اللي بيجوا يمشوا عليه. They tell the hikers about the geography and history of the wonderful place. بيحكوا للناس اللي بيجوا يتمشوا في الممشى ده عن تاريخ وجغرافية المكان الرائع ده. They also tell the hikers about their fascinating culture. وكمان بيحكوا للناس دول على تاريخهم الرائع. It takes around 10 days to complete the trail. بياخدوا تقريبا 10 أيام مشي على ما بيخلصوا الممشى ده أو الطريق ده يوصلوا لأخوان. طيب المحادثة اللي عندنا بيقول له إيه؟ Hi Sharif, what are you taking on the Red Sea Mountain Trail? أنت هتاخد إيه معاك في الممر ده؟ خلي بالك are you taking ده مضارع مستمر، بس المضارع مستمر بنستخدمه في المستقبل عادي خالص بس لما يكون حاجة تم الترتيب لها. يعني قلت له what will you take انت بتفكر تاخد ايه، what are you going to take يعني نويت او خططت انك تاخد ايه، امال what are you taking انت خلاص جهزت ايه هتاخده معاك. يعني مقصود ان انا استخدم مضارع مستمر في المستقبل ان هو خلاص حاجة تم الترتيب لها، عملت كل الترتيبات يعني، فخلاص انت يعني مقصود بالسؤال ده مش هتاخد معاك ايه، جهزت ايه عشان تاخده معاك بمعنى صح يعني. قال well I want to protect my feet so I'm taking some hiking shoes. قال اول حاجة عايز احمي رجليا من المشي فعشان اخد معايا احذية مخصصة للمشي مسافات طويلة. I know there are a lot of hills and rocks. انا عارف ان المنطقة فيها جبال وهضاب وصخور so I don't want to fall over فمش عايز اقع. I'm also going to take some snacks. انا كمان هجيب going to بقى هنا اللي هو ايه، انا ناوي اجيب بس لسه ما جبتش. امال I am taking some hiking shoes. انا جبت الجزمة دي او الحذاء ده عشان اخده معايا خلاص. I'm going to انا لسه هجيب شوية snacks وجبات خفيفة from home so I don't get hungry عشان ما اجعش. فسألت رامي فقلت له هاي رامي what are you taking on the Red Sea Mountain Trail. وانت يا رامي هتاخد ايه معاك في ممشى جبل البحر الاحمر ده. Well, my friend said it gets very hot on the trail in the places where there are no streams. قال لها صاحبي انا سألت حد من اصحابي يعني وقال لي ان الدنيا بتبقى حر قوي في الاماكن اللي في الممشى ده اللي ما فيهاش فيها انهار مائية. So I'm taking a hat. فانا واخد معايا طاقية for my head عشان اغطي بيها راسي. I'm also going to take a blanket. وكمان هجيب يعني خلاص انا جبت الطاقية ولسه هجيب. خلي بالك الفرق بين I'm taking و I'm going to take. I'm taking انا جبت الطاقية اللي هاخدها معايا، امال I'm going to take لسه هجيب بطانية عشان اخدها معايا in case I get cold at night. تحسبا in case يعني تحسبا لو بردت بالليل واستغطى بيها. فسألت لما هاي لما what are you taking on the Red Sea Mountain Trail. وانت يا لما هتاخدي معاك ايه؟ قالت لها someone حد told me حد قال لي you can sometimes get sand in your eyes on the Red Sea Mountain Trail. حد قال لي ان ساعات بيبقى في عواصف رملية فممكن الرمل يدخل في عيني. So I'm taking a scarf to protect my head and eyes. هاخد معايا كوفية لفها على وشي وعلى عيني يعني عشان تحميني. The other important thing for me is to take lots of water bottles. أهم حاجة أو تاني أهم حاجة عندي إن ناخد أزاز مية كتير. I seem to drink more than other people. أنا بتهيألي إن أنا بشرب أكتر من الناس اللي حواليا يعني. في ناس كده بتحب تشرب مية كتير. So I want to be prepared. فأنا عاوز أكون جاهزة لأي حاجة. سألت نسمة. Hi Nesma. What are you taking on the Red Sea Mountain Trail? وإنتي يا نسمة هتاخدي معاكي إيه؟ اطلع I love checking the route. انا بحب دايما ابقى شايف الطريق او اتحقق من الطريق اللي انا ماشي عليه. So I'm taking a map. فانا واخده معايا خريطة. And I'm going to take my cool sunglasses. وهاخد نظارة الشمس كمان to protect my eyes عشان احمي عينيا. It's going to be such fun. الموضوع هيبقى حلو قوي او هيبقى ممتع قوي. بس يا شباب خلص الدرس، درس سهل وبسيط ولطيف وظريف اهوت. نيجي بقى على التدريبات بتاعته. نيجي على الـ listening الأول listen 3 unit 11.
ايوه بيقول لك Sarah is going on the Red Sea mountain trail. She wants to protect her feet, so she's taking some hiking shoes. There are a lot of rocks and hills, so she doesn't want to fall over. She's also going to take some snacks from home. بيقول لك Sarah is going to the Red Sea mountain trail. ايوه She's taking some hiking shoes. ايوه There aren't any rocks. طبعا لا. She's going to take some games from home. لا هتاخد snacks مش games. وطبعا هنا there are some rocks. طيب my hiking shoes protect my feet. تحمي رجليا. You can take a scarf to protect your head. عشان تحمي راسك. Who looks after the trail? مين اللي بيعتني بالممر او مين ممشى ده؟ She is good at reading maps. How long is the Red Sea mountain trail? الترتيب I am going to بيجي بعدهم فعل في المصدر وبعدين مفعول به. I'm going to take a blanket. Take your sunglasses to عشان protect تحمي. ايه ده؟ لا استنى. Take sunglasses خد معاك نظارة to protect عشان تحمي your eyes. Take sunglasses to protect your eyes. طيب our Egyptian culture ثقافتنا المصرية is fascinating رائعة. Who worried لا who is worried about the heat مين اللي قلقان من الحرارة؟ مش نيجي على القطعة يقول لك next week I'm going to climb Sinai mountain with my friends. الأسبوع الجاي هتسلق جبال سينا مع أصحابي. I think this will be dangerous. بتهيألي الموضوع هيبقى خطر but interesting بس في نفس الوقت شيق. Sarah, نهى and هالة are getting ready for this adventure. Sarah ونهى وهالة جاهزين للمغامرة دي. Sarah is going to take her scarf to protect her eyes and head. Sarah هتاخد معاها the scarf عشان تحمي عينيها وراسها. Hala loves checking the roads, so she's taking a map. Hala بتحب تطمن على الطريق اللي هي ماشية عليه أو تعرف الطريق يعني فتاخد معاها خريطة. Noha is taking her sunglasses to protect her eyes. ونوها هتاخد معاها نظارة عشان تحمي عينيها. I'm going to take my hiking shoes to protect my feet. وأنا هاخد حذاء مريح للمشي. طيب هنا سيدي بيقول لك the general idea of the text is about تكلم عن ايه؟ climbing Sinai mountain. طيب the underline interesting معناها interesting and fascinating. Why is Sarah going to take her scarf? Sarah هتاخد السكارف ليه؟ قال لك to protect عشان تحمي her head and eyes عشان تحمي راسها وعينيها. What important things will they take with them? ايه الحاجات المهمة اللي هياخدوها معاهم؟ هم جاي هنا في ثلاث قطع نشوف هما ياخدوا ايه ونعلم عليهم. هنا يا سيدي بقول لك ايه؟ Sarah ان انا scarf map sunglasses hiking shoes. فهو ليه؟ scarf map sunglasses and hiking shoes. بس ده جاب السؤال الرابع طبعا كل دول مع بعض. طيب السؤال اللي بعد كده punctuate the following او حط علامات الترقيم. اول حاجه طبعا اول حرف لازم يكون capital وطبعا ده سؤال what are you taking on the trail فحط question mark في الاخر. بعد كده سيدي mountain trail عايزك تكتب paragraph تقول لي where are you going هتروح فين. What do you need محتاج ايه معاك. The Red Sea mountain trail لا ده هو مسائل ومجاوب كمان. هتروح فين هتروح Red Sea mountain trail. هتحتاج ايه hiking shoes scarf sunglasses. فاول مثلا I am going on a trip to the Red Sea mountain trail. I need مثلا some things to take with me to be comfortable at this journey or at this trip. محتاج اخد معايا شويه حاجات. I need my hiking shoes because I will walk a lot. محتاج الهايكنج شوز عشان امشي كتير. I need my scarf to protect my eyes and head. I need my sunglasses to protect my eyes. I think it will be fun وهكذا. هتلاقي نفسك كملت الأربعين كلمة من مفيش. بس يا شباب وكده نكون خلصنا الدرس الثالث بتدريباته والحمد لله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب
ولو حد عنده اي سؤال رقمي موجود على القناة ويكتب لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله.